بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، أحببت وأنا أتأمل خلق الله عز وجل، هذه الصخور الرائعة التي تضربها الأمواج. من الذي خلق هذا المنظر؟ من الذي خلق هذا الإبداع؟ من الذي خلق الرياح وحرك الماء بطريقة عجيبة جدا؟ من الذي أعطاه نسبة ملوحة مناسبة جدا لاستمرار الحياة؟ حقيقة أخي الحبيب، إن الذي يتأمل في منظر واحد في الطبيعة لابد أن يشهد بوجود منظم عليم حكيم خبير مبدع سبحانه وتعالى. انظر معي، أحببت أن أتفكر معكم في خلق الله، لأن الله تبارك وتعالى هو القائل: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في خلق السماوات والأرض هو من أهم العبادات أيها الأحبة، بل ربما يكون أهمها على الإطلاق. لماذا؟ لأن كثير من الناس يصوم ويصلي ويقرأ القرآن ويحافظ على الصلاة، ولكن للأسف ثقته بالله قليلة جدا، تجده يبخل عن الصدقة، تجده يحرص على الدنيا، تجده يكذب أحيانا في تجارته أو في تعاملاته. إذن الصلاة أخي الحبيب ليست هي الهدف، والعبادة ليست هي الهدف، إنما هي وسيلة لمعرفة الله تبارك وتعالى. فالتفكر من العبادات العظيمة التي توصلك إلى الله، تجعلك تعلم من هو الله. يعني الله تعالى يقول: وما قدر الله حق قدره. ما معنى هذا الكلام؟ نحن لم ندرك عظمة الله عز وجل، كل همنا الدنيا، كل همنا أن نعيش ونأكل ونشرب ونطعم أولادنا، نحصل على مبالغ من المال، نأكل طعاما لذيذا، نلبس لباسا أنيقا. طيب، هل خلقك الله من أجل هذا الهدف؟ أليس الله هو القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ إذن هدف وجودك في الحياة أيها الإنسان هو العبادة، والتفكر هو من أهم العبادات. فتفكر ساعة خير من عبادة سنة. يعني أن تتفكر ساعة في خلق الله بعلم لتصل إلى معرفة الله عز وجل خير من أن تعبد الله سنة على جهل وأنت لا تعلم من تعبد. انظر أخي الحبيب، هذا الماء لولا وجود الرياح لم يتحرك، وعدم الحركة يعني فساد هذا الماء وتوقف أصلا دورة الماء إذا توقفت الرياح، وتوقف الأمطار، لأن الهواء هو الذي يحمل بخار الماء إلى السحب ليشكل هذه السحب التي تنزل منها الأمطار. انظر هذا التيار الهوائي الذي لا ينقطع على مدى ملايين السنين، من الذي يشغله؟ يعني فكر، نحن إذا انقطعت الكهرباء نصف ساعة في الجو الحار ربما نتضايق كثيرا لعدم استطاعتنا تشغيل المكيف أو المروحة. طيب كيف إذا انقطع الريح عن هذا البحر؟ من الذي سيحركه؟ انظر معي،
لذلك هنا أيها الأحبة، نعمة الرياح نعمة عظيمة لا نشعر بها، نعمة الهواء أصلا. طيب هذا البحر يحرك الرمال فتصطدم بهذه الصخور في ظاهرة عجيبة هي الحت، يحط الصخور حتا، وتتشكل هذه الصخور كما نرى أمامنا. بالعكس الماء يأكل الصخر، يفتت هذا الصخر بانتظام ليحولها إلى رمال كما نرى أيها الأحبة. طيب هذه العملية تتم وفق دورة معقدة تستمر عبر آلاف السنين، ضرورية جدا لبقاء البحر ولزيادة ملوحة البحر، أو ليحافظ على ملوحة معينة، لأن المخلوقات في باطن البحر تموت، الحيتان والأسماك والكائنات البحرية وحتى النباتات لا تستطيع العيش من دون ملح. فاصطدام الماء بالصخور وذوبان هذه الصخور عبر آلاف السنين يضمن بقاء كميات من الملح في هذا الماء، ماء البحر، ليحافظ على الحياة في باطنه. تصور أخي الحبيب تريليونات الكائنات التي تعيش في هذا البحر. تصور لو أن الملوحة زادت نتيجة عدم هطول الأمطار أو كمية كافية من الأمطار، هذه المخلوقات لن تعيش، ستموت في الملوحة الزائدة. وإذا نقصت هذه الملوحة نتيجة نزول كميات كبيرة من المطر، فإن المخلوقات ستموت، لأن البحر سيفسد. من هنا يجب أن نتفكر أن هذا المنظر البديع الذي نراه أمامنا من صخور وبحر وأمواج وغيوم في السماء، هذا المنظر الرائع أيها الأحبة يدل على أن وراءه إله عظيم منظم، يعني لا يمكن أن يحدث ذلك عبثا. أنا أعجب من ملحد يقول هذا الأمر كله يتم بالمصادفة، ثم نفس الملحد إذا رأى قطعة خشب منحوتة بطريقة معينة، قطعة خشبية، يقول لك هذه ليست مصادفة، هناك من نحتها. سبحان الله. لذلك أيها الأحبة، حركة موج الماء، حركة الأمواج، نحن نعلم اليوم أن حركة السفن تعتمد على الهواء أصلا، يجب أن يكون هناك هواء، الهواء ضروري للحياة، ضروري للنباتات، أيضا ضروري لحركة البواخر والسفن. من هنا يخطر ببالي قول الله عز وجل عندما قال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الحمد لله يا رب، نشكرك يا رب العالمين أنك فتحت عقولنا وأعيننا وخلقت لنا هذا الإبداع الذي يدعونا للتدبر والتفكر والتأمل، يدعونا أن نشغل عقولنا ونعترف أن وراء هذه الدقة وهذا الإبداع بديع عليم حكيم، بديع السماوات والأرض. هذا الإله أيها الأحبة يستحق العبادة. كثير من الناس يصلي فقط لأنه تعود على الصلاة أو خوفا من النار.
ويصوم خوفا من النار، ولا يسرق خوفا من النار، ولا يأكل الربا خوفا من العذاب. الحقيقة أخي الحبيب، أنا أريدك أن تصل إلى مرحلة أرقى بكثير في العبادة، هي المرحلة التي وصل لها حبيبنا الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم عبد الله حق العبادة، كان يعبده حبا وطمعا، طمعا بلقائه عز وجل، لأنه إله يستحق العبادة. عندما تشعر بنعم الله من حولك تجد أن لسانك بشكل لا شعوري يقول الحمد لله. لذلك سيدنا آدم عليه السلام عندما خلقه الله وخلق له الروح والنفس، أول كلمة نطق بها بعد نفخ الروح عندما عطس فقال الحمد لله. لذلك عندما يعطس الإنسان ينبغي أن يحمد الله، أن يقول الحمد لله، اقتداء بسنة سيدنا آدم عليه السلام. يجب أن تقول الحمد لله من أعماق قلبك، أنك آمنت بالله، أنك تعرفت إلى هذا الإله العظيم. يعني أخي الحبيب، إله كريم خلق الكون بهذه الدقة وهذا الإبداع، خلق لنا هذا البحر لنستمتع به، نستخرج منه حلية نلبسها. انظر، هذا البحر يطعم المليارات من أسماكه وكائناته. لولا هذا البحر لما كان للحياة وجود أصلا على هذه الأرض، فهو نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، ينبغي أن ندركها ونشكر الله عليها ونقول الحمد لله. لذلك نحن عندما نقف في الصلاة بعد البسملة ماذا نقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم؟ أول ما نبدأ به الصلاة الحمد لله رب العالمين، وهي أول آية بدأ بها القرآن بعد البسملة. الحمد لله رب العالمين، وهي البداية المنطقية لكتاب إلهي. انظروا إلى الكتب التي تسمى كتب مقدسة كيف بدأت، ولا كتاب يبدأ بالحمد لله. القرآن فقط يتفرد وينفرد بهذه الميزة العظيمة، لأنه كتاب الفطرة، كتاب يخاطب العقول والقلوب، يخاطب الروح. لذلك أحبتي في الله، احمدوا الله على كل حال، ولا تيأسوا من رحمة الله. فالله عز وجل الذي خلق الهواء والماء وخلق هذا الكون غير عاجز أن يرزقك أو يكشف مصيبتك أو يرفع عنك الضر أو يكشف عنك المرض. فقط قل الحمد لله، أكثر من الحمد. وهنا نتذكر قول الله تعالى ووعده الكريم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن الشكر عاقبته الزيادة في الرزق والزيادة في الصحة والزيادة في السعادة أيضا، لأن الإنسان الذي يؤمن بالله حق الإيمان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يرزقه الله الإطمئنان. حقيقة أيها الأحبة، الإنسان الذي يؤمن بالله يرزقه السعادة والحياة المطمئنة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتفكرين، من الذين قال الله تعالى فيهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.